يا سادة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما متعودين دايما يا كريم زي ما قلت هنعرف يعني كل اخبار النادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وخليني ابتدي معاك باخبار الفريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش. النهارده التجمع هيكون الساعه 3 والتدريب هيكون الساعه 4 استعدادا للمباراه القادمه، وهتكون مباراه سيراميكا كليوباترا في مباراة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتقام يوم الثلاث القادم في تمام الساعة 4:30 عصرا على استاد الأهلي والسلام. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح للألعاب الأخرى ويعني أتكلم شوية عن بعثة النادي الأهلي لكرة اليد الحالية متواجدين في البوسنة، أو كانوا متواجدين امبارح في البوسنة وهيرجعوا النهاردة إن شاء الله للقاهرة. يمكن امبارح يعني الفريق توج بلقب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية. يمكن زي ما احنا عارفين إنه النادي الأهلي أو بس النادي الأهلي يعني سافرت الأول لإسبانيا يعني لخوض بعض التجارب الودية ولدخول في معسكر مغلق، ودي تعتبر يعني فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد. وبعد كده الفريق سافر للبوسنة عشان يعني يستكمل يعني فترة الإعداد وشارك في البطولة الودية وهي كأس الأبطال الدولية اللي كانت يعني مقامة في البوسنة، وفاز بيها يعني امبارح لاعبي النادي الأهلي في البوسنة يعني البطولة بعد ما تغلب على يعني فريق ريكوميتيني بطل كرواتيا، ودي كانت يعني المباراة النهائية بنتيجه 28-27. ويمكن يخليني اقول لكم يعني يا كريم ويا نهاوند انه لاعبي النادي الاهلي يعني واجهوا ثلاث فرق كمان غير يعني بطل كرواتيا، يعتبروا من اصعب يعني او اقوى الثلاث فرق الموجودين على مستوى العالم في لعبه كره اليد، ومنهم يعني سيلي السلوفيني، ودي كانت اول مباراه افتتح بيها النادي الاهلي مشواره في البطوله، وكمان في فودينيا السربي، واخر مباراه يعني او كانت تعتبر هي مباراه السيمي فاينل وهي بوراك بونيا بطل البوسنه، وبعد كده ريكوميتيني بطل كرواتيا في المباراه النهائيه. كمان يعني خليني اقول لكم ان جميع لاعبي النادي الاهلي يعني تالقوا خلال البطوله ويعني استعدوا بشكل قوي جدا للموسم الجديد، ومنهم اللاعب احمد عادل اللي فاز بافضل لاعب دايره في البطوله، ده بسبب يعني ادائه المتميز وأداؤه الرائع طوال المباراة. ويمكن بس مش كان ده أداؤه يعني في البطولة، كمان كان أداؤه في بعض المباريات الودية اللي كانت موجودة في أسبانيا، يعني صراحة هو وكل لاعبي النادي الأهلي بمعنى الكلمة يعني كانوا بيأدوا بشكل جيد طوال جميع المباريات. والنهاردة يعني إن شاء الله الفريق هيعود إلى القاهرة ويستكمل تدريباته هنا لحد ما الموسم الجديد يبتدي إن شاء الله، وهيبتدي في سبتمبر المقبل. كمان خليني اتكلم شويه على كره السله، والنهارده ان شاء الله عندهم تدريب يعني تحت قياده المدير الفني الاسباني جاستي بوش. النهارده ان شاء الله يعني عندهم تدريب الساعه 4 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ويمكن يعني لحد دلوقتي لسه لاعبي النادي الاهلي مش منتظمين مع الفريق، لسه حاليا متواجدين مع بعثه منتخبنا الوطني في تونس من اجل يعني المشاركه في تصفيات كاس العالم 2023. ويمكن خليني اقول لكم انه يعني منتخبنا الوطني اول امبارح بدا مشواره في تصفيات كأس العالم يعني مع تونس، يعني في مواجهة مع تونس، وقدر انه يفوز فيها يعني منتخبنا الوطني. وكمان المباراة الثانية كانت امبارح مع الكاميرون، وقدر ان هو منتخبنا يتغلب فيها على منتخب الكاميروني. ويمكن كل لاعبي المنتخب تألقوا، منهم اثنين من لاعبي النادي الاهلي، يعني خليني اقول لكم كمان انه يعني في ستة من لاعبي النادي الاهلي متواجدين مع منتخبنا الوطني، منهم يعني ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر عزب، عمر طارق، وعمرو زهران، وسيف سمير. ويعني اثنين من لاعبي النادي الاهلي تألقوا في اول مباراة وثاني مباراة. اول مباراة يعني كانت ايهاب امين تألق في مباراة تونس وقام بتسجيل 18 نقطة واثنين اسيست واربعه ريباوند وثلاثه ستيل دي في المباراه. امبارح كمان عمرو الجندي يعني قدم اداء متميز جدا ويعني سجل 14 نقطه خمسه اسيست وثلاثه ريباوند. كل لاعبي النادي الاهلي متالقين ويعني قدروا ان هم يقودوا بمنتخبنا الوطني يعني ان شاء الله يعني اقتربوا من التاهل لكاس العالم لكره السله 2023. هتكون اخر مباراه ليهم ان شاء الله مع جنوب السودان، وكده منتخبنا هيكون يعني بشكل رسمي ضمن تاهله لبطوله كاس العالم لكره السله 2023.
استكمالا لجميع اخبارنا الرياضيه، كمان خليني اقول لكم انه لاعبات النادي الاهلي لكره اليد حاليا متواجدين في معسكر مغلق في الاسماعيليه استعدادا للموسم الجديد، والمعسكر ده ان شاء الله هينتظم ويعني هيكون لحد يوم الثلاثاء المقبل، وبعد كده الفريق هيواصل التدريبات هنا بشكل طبيعي في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي استعدادا للموسم الجديد. وان شاء الله اول مباراه في الموسم الجديد يا كريم ونهاوند هتكون في بطوله الدوري يوم السبت المقبل مع نادي سموحه في سموحه في يعني في مدينه الاسكندريه على صاله نادي سموحه، ودي هتكون اول مباراه للاعبات النادي الاهلي لكره اليد في بطوله الدوري العام لكره اليد سيدات. يمكن دي كانت كل اخبارنا النهارده يا كريم ونهاوند بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كريم. بشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه ساره حامد على هذه التغطيه.